أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث، نخصصها للوقوف على آخر المستجدات في محافظة المهرة وأبعاد دعوة الحكومة للمواطنين لمساندة أجهزة الأمن والجيش. حذرت الحكومة المواطنين في المهرة من الانجرار خلف ما وصفتها بدعوات العنف والفوضى بالتزامن مع تصعيد أعلنه المناهضون لتواجد القوات السعودية في المحافظة. وكالة سبأ الرسمية نقلت عن مصدر في الحكومة دعوته للمواطنين إلى مساندة جهود أجهزة الجيش والأمن وقوات التحالف في تثبيت دعائم الاستقرار ورفض الدعوات التي وصفها بالتحريضية. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: تداعيات التوتر والتصعيد الحاصل في محافظة المهرة وأسباب ظهور الموقف الرسمي الرافض للاعتصامات في هذا التوقيت. نتابع التقرير التالي ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. تصعيد جديد في المهرة وتخوف من الانزلاق نحو مربع العنف، هكذا يبدو المشهد بعد تصاعد الاحتجاجات وتزايد الدعوات المناهضة لتواجد قوات التحالف في المحافظة. التوتر الذي تشهده المهرة منذ أشهر لم يعد محصورا اليوم بين المحتجين من أبناء المحافظة والقوات السعودية، بل إن الحكومة دخلت على خطه حيث دعت المواطنين عبر وكالة سبأ الرسمية إلى مساندة جهود الأجهزة الأمنية والجيش ورفض ما وصفته فوضى ودعوات تحريضية تهدف لجر المحافظة إلى مربع العنف. الخبر الحكومي في وكالة سبأ أكد أن ما تقوم به بعض الشخصيات والجهات في المهرة من أعمال خارج إطار القانون أمر مرفوض لن تصمت عنه الأجهزة الأمنية، داعيا أبناء المحافظة إلى تفويت الفرصة على من وصفتهم بمشعلي فتيل الأزمة في المحافظة. لكن في المقابل استنكرت اللجنة المنظمة لاعتصام المهرة ما نشرته وكالة سبأ ووصفته بالمضلل للرأي العام المحلي والدولي عن حقيقة الأوضاع وما يجري في المهرة، موضحة أن مثل هذه الأخبار تقف ضد الضحية ومظلومية أبناء المحافظة وتدافع عن الجلادين. اللجنة المنظمة للاعتصام وجدت في بيان الرد أيضا أن أبناء المحافظة يمارسون حقهم المشروع بالطرق السلمية في الدفاع عن الأرض والسيادة والمؤسسات الرسمية والشرعية وتمكينها من أداء واجباتها ومحاربة الفساد. احتجاجات متصاعدة إذن يقابلها وعيد من الحكومة والأجهزة الأمنية بالتصدي، هكذا هو وضع المحافظة التي تشهد توترا منذ عام. إذا نبدأ النقاش من المهرة مع عيسى القميري السكرتير الإعلامي لمحافظ المهرة. سيد عيسى، اعتصام واحتجاجات رافضة للقوات السعودية ومطالب بإقالة المحافظ كما تعلم ونعلم، إلى أي حد تمثل هذه الدعوات أبناء المهرة ومكوناتهم الاجتماعية؟ بالتالي كيف انعكس هذا التوتر على الحياة العامة في المهرة؟ أعيد السؤال لو سمحتي، لم أسمع. كنت سألتك إلى أي حد تمثل هذه الاعتصامات والاحتجاجات الرافضة للقوات السعودية والمطالب بإقالة المحافظة، إلى أي حد تمثل أبناء المهرة ومكوناتهم الاجتماعية؟ أيضا أضفت إلى السؤال قسم آخر، كيف انعكس هذا التوتر على الحياة العامة في المهرة أيضا؟ أولا يسعد مساكم ويسعد مساكم المشاهدين هذا القناة. نحن في محافظة المهرة نستغرب بشدة من المواقف المعارضة للتحالف العربي المشترك بقيادة المملكة العربية السعودية، كونها أتت مشروعة ولم تأتي يعني سدى ودون أي شيء، باختلاف المعتصمين الذين هم يمثلون أجندة خارجية لبعض الدول المعروفة لديكم ولدى الجميع، يعني أجندة خارجية هذا في تقريركم بأنهم المعارضين، المعارضة أصلا تطلق على الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، هذا هم أجندة مجندة لأطراف خارجية لا تهمهم مصلحة المهرة ولا المصالح الوطنية بشيء، وهم لا يمثلون إلا أنفسهم، هم بالعشرات الذين تدفع لهم مقابل تلك الدول لمصالح الشخصية ولمصالح تلك الدول الذاتية، وليس لهم أي علاقة بالمصالح العامة في محافظة المهرة. محافظة المهرة اليوم تقول كلمتها أمام العالم وأمام الجميع بأنها محافظة بقراراتها، محافظة
بقيادتها محافظة ليست بحاجة إلى أحد، فهي المحافظة الأمنة المستقرة بالأخوة الأشقاء في تحالف العربي المشترك بقيادة المملكة العربية السعودية. نعم، أنقل سيد عيسى، أنقل ما قلته إلى ضيفي من المهرة أيضا عضو لجنة الاعتصام علي مبارك أستاذ علي. ضيفي عيسى القميري السكرتير الإعلامي لمحافظة المهرة قال بأن خلف ما تعملونه ما تقومون به دول خارجية أيضا، هذا الأول الجزء الأول. الجزء الثاني، ما تعليقكم على الموقف الحكومي الذي ظهر اليوم مما أسماها بالأعمال الخارجة عن القانون في إشارة للتصعيد الذي تقومون به؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحقيقة واضحة وما يحصل في محافظة المهرة لا يخفى على كل ذي لب وكل ذي عقل من العالم، فالشعب اليمني بأجمله عرف حقيقة التحالف على مستوى اليمن بشكل عام، ونحن هنا في المهرة عرفنا ما تألو إليه السعودية هنا في محافظة المهرة. القوات السعودية أتت إلى محافظة المهرة على ظهر دبابة وبطائرة عسكرية والأباتشي من أجل تمرير مصالحها في المحافظة بعيدة كل البعد عن ما يقال وما يذكره الأخوة في السلطة. السلطة هي الموجودة حاليا هي سلطة المطار وهي سلطة السعودية في محافظة المهرة. ما ذكره الأخ أن هناك قوة خارجية هي اللي تعمل هذه الأمور، القوة الخارجية هي التي الآن موجودة على الواقع هي قوة المطار، وهي الآن الموجودة على الأرض هي القوة السعودية الموجودة في المحافظة، تعمل على إغلاق السكينة العامة وتعمل على التقريب وتدمير المؤسسات الأمنية والعسكرية وحتى المؤسسات المدنية. تدخلت في المنافذ وفي المطارات وتدخلت في كل مفاصل الدولة في محافظة المهرة. أبناء المهرة أجمعوا وخرجوا وأعلنوا كلمتهم للعالم أجمع أنهم لن يسمحوا أن يكون هناك قوات خارجية على أرض الواقع في المهرة تحكم هذه الدولة غير القوات الشرعية المنسوبة إلى الحكومة اليمنية. أما هذه القوات اللي أتت من غير شرعية وأتت بأوامر خارجية فعلا على الواقع، فهذه الخارجية ليفكر الجميع وليعرف العالم أن القوات الخارجية الموجودة هنا في المهرة هي القوات السعودية لغير، لا يوجد أي أجندة وأي قوات أخرى. أما المعتصمون فهم قوة فعلية على الأرض الواقع، وهم من أبناء هذه الأرض ومن أبناء المهرة ومن الغيوريين، خرجوا في وجه هذه القوة الغاشمة في المحافظة وضد هذه الميليشيات. الآن بعد تعطيل كل المؤسسات وبعد تعطيل العمل في المؤسسه الحكوميه في المحافظه، الان عملوا على تسكين ميليشيات داخل المحافظه تعمل على اغلاق السكينه العامه، تداهم البيوت وتعتقل الصحفيين وتعتقل كل من يندد ومن يقول قول الحق في المحافظه. هذا الامر مرفوض يرفضه جميع ابناء المهره. اما بالنسبه لقولك على المصدر المسؤول اللي يتكلم، فالاولى بالمصدر المسؤول المصدر الحكومي ان يتكلم عن فساد السلطه، عن فساد السلطه في المحافظه، ان يتكلم وان ينظر على الى حال المهره المتردي الخدمات، ان ينظر الان هناك يعني امر صريح ومصدر مسؤول واضح اظهرته نيابه الاموال العامه في ان هناك فساد مستجد في محافظه المهره، وان الموارد وان الايرادات تذهب الى امور خاصه لا تعني للمحافظه. يا اخي لو كانت الان المحافظه تنعم بالهدوء وتنعم بالخدمات، فنحن جميعا ابناء المهره سوف نكون الى جانب هذه السلطه، سوف نكون جزء من الشعب، لا نكون لا يعني كنا ولا زلنا. وكل القيادات في لجنه الاعتصام كانت هي قيادات شريفة وقيادات وطنية من الطراز الرفيع، من كانت هي موجودة في المحافظة ولم تعرقل أي محافظ ولم تعرقل أي عمل محافظة، مرت كم سنوات محافظة المهرة لا يوجد فيها كل هذه الأمور. لكن الآن هناك وصلت فكرتك علي، لا يستطيعون أن يصبروا أو يثبتوا عما يحصل في المحافظة. إرادة المحافظة لا تذهب إلى الحكومة ولا تذهب إلى المواطن، هذا هو الفاصل. لو كانت الإيرادات لم تذهب إلى الحكومة وتذهب إلى المواطن، فالأمر يعني المواطن يلحق ويحصل حصته من موارد المحافظة، فهذا أمر مرغوب فيه. المصدر الحكومي يفترض أن ينظر إلى ما يحصل في المحافظة بعين الاعتبار، وأن ينظر إلى أبناء المهرة أنهم جزء من الشعب اليمني، وأنهم رفعوا أصواتهم ورفعوا ومنددين بما يحصل في المحافظة. هناك نعم سيد عيسى، أنتقل إلى السيد عيسى من المهرة أيضا السكرتير الإعلامي لمحافظة المهرة. سيد عيسى، قال ضيفي من المهرة أيضا علي مبارك من لجنة الاعتصام، قال أنهم هم من المهرة لا تدفعهم دول خارجية، إنما الجهة الأخرى هي من تدفعها الدول الخارجية. أيضا قال أن السعودية لها مصالحها في المهرة. السؤال المنطقي يضع نفسه، ماذا تعمل السعودية في المهرة؟
الحوثيين ليسوا موجودين في المهرة ولم يدخلوها أيضا. سيد عيسى هل تسمعني؟ إذا أعود إليك سيد علي. سيد علي، التصعيد الحكومي ضد المحتجين في المهرة يعتبر الأول من نوعه بعد صمت طويل كما نعلم، برأيك ما أسباب اتخاذ هذا الموقف ولماذا الآن بالتحديد؟ أسبابه واضحة، الحكومة نحن نقدر موقفها، ولكن الحكومة الآن هي متواجدة في الرياض، فهي حكومة تتبع الرياض. لم يعني نحن نعرف وصلتنا معلومات عن الحكومة اليمنية ممثلة بالترامب رئيس الجمهورية واللجنة الرئاسية التي وصلت إلى المحافظة قبل أشهر وجلست مع المعتصمين، كانوا متفاهمين للوضع في المحافظة بشكل كبير جدا. كانت اللجنة عرفت الحقيقة وعرفت أن يدور وعرفت فساد المحافظ وعرفت أن القوات السعودية عملت وتوقفت المحافظة بشكل كبير جدا، خرج عن المعلوم. لكن الحكومة الآن والمصادر المسؤولة، هذه مصادر لا تعتبر أنها مصادر رسمية، هذه مصادر مجهولة، ربما اشترت بالعام المنهوب الآن من المحافظة. يا أخي الآن العالم عرف كل شيء، محكمة نيابة الأموال العامة أوضحت للعالم أن محافظة المهرة فيها أموال منهوبة، هذه الأموال تشتري هذه الأمور كلها. أما المصدر المسؤول نحن ننتظره، لازلنا نتمسك بالقيادة الشرعية، لازلنا نتمسك بفخامة الرئيس المشير عبد الرب المنصور، لازلنا تحت مظلة الجمهورية اليمنية والحفاظ على السيادة الوطنية. لكن المصدر المجهول هذا الذي ونددنا وتكلمنا وقلنا أن محافظة المهرة بعيدة عن الصراعات، لابد أن تكون بعيدة عن الصراعات مهما كانت الأمور. فأبناء المهرة كفيلون أن يقوموا يد واحدة وأن يقفوا ضد هذه التوسع وضد هذه الأمور. أما المصدر الثاني هذا المجهول والذي الآن يعمل على هذه الأمور، فهذا مصدر لا نعتبره مصدر حكومي بصريح العبارة، وإنما مصدر يتبع سلطة المطار، يتبع الرياض، يتبع فنحن ننتظر أن يكون هناك موقف غير هذا الموقف، ولجنة الاعتصام يشد على الحكومة أن تكون لها موقف وأن تخرج عن هذا الصمت بطريقة إيجابية، ولا تمسك على الجرح، وأن تكون رديفا للمعتصمين في محافظة المهرة. فهم هنا نواة للجمهورية اليمنية كلها للحفاظ على السيادة اليمنية، لأن التحالف خرج عن مسارة في جميع أجزاء الجمهورية اليمنية، الكل عرف ذلك في سقطرى وفي حضرموت وفي عدن وفي جميع أجزاء محافظات الجمهورية اليمنية، فالكل وعى هذا الأمر وعرف أن هناك أمور وأن هناك خبايا خلف الستار تعمل عليها القوات التحالف في اليمن وتتوزع ما بينها الأدوار، حد في سقطرى وحد في المهرة. الأبناء سقطرى أعلنوا كلمتهم، هناك محافظهم الشجاع حقيقة أمر كبير حصل، يعني ضربة قوية جدا للوجود الإماراتي في سقطرى، ونحن هنا في المهرة لازلنا وسوف نقف وسوف تستمر فعاليتنا في جميع أجزاء محافظة المهرة في جميع المديريات. الفعالية 5 يوليو كانت فعالية عظيمة، وكان هناك حشد كبير جدا من جميع جرائع محافظة المهرة، أظهر العالم جميعا أن محافظة المهرة ترفض هذا الوجود وترفض هذه الانتهاكات وأنها مستمرة في النضال حتى تحقيق الأهداف المرسومة. نعم علي، ابقى معي. أنتقل إلى ضيفي من المهرة أيضا عيسى القميري، السكرتير الإعلامي لمحافظة المهرة. سيد عيسى، أنت اتهمت المعتصمين بأنهم مدعومون من دول خارجية. هنا رد ضيفي الآخر علي مبارك، قال بأننا نحن أبناء المحافظة. على ماذا اعتمدت في اتهامك هذا؟ اولا اختي الكريمه، انا اتصل عندي الخط قبل اللحظات. نعم نعرف. لا ادري هل هو بتعمد ام دون تعمد. ثانيا الاخ علي بن محمد اللي هو شايفكم من الجهه من الجنود الذين يتبعون هذه الدول المعروفه لدى الجميع، لها وقت اطول وحديث اطول واتسعت الكناه للحديث مع الاخ علي بشكل اوسع واطول، رغم اني انا لم يكن لي حتى 50 ثانيه ربما او دقيقه. اتمنى ان تفسحوا لي المجال بالحديث اكثر ولتتضح الصوره عند المشاهدين وعندك منكم. ولاننا يهمنا رايك اعدنا الاتصال، الغلط لم يكن منا او الخطا لم يكن منا، الانقطاع كان من الفنيين، تفضل. طبعا هو كان يتحدث عن الايرادات، الاخ علي بن محمد يعرف ان ايرادات المهرة
الان باقرار شجاع من الاخ المحافظ الشيخ راجح سعيد علي بكريت والاخوه في السلطه المحليه، كان قرار شجاع بان يتخذوا هذه الاجراءات الصارمه في هذا العام، الاحتفاظ بايرادات المحافظه دون انها تذهب للغير. لكن هذا صراحه من المستغرب والعجب من الاخوه الذين يدعون حب الوطن وحب السياده بانهم يعارضون هذا القرار ويريدون ايرادات المحافظه ان تذهب للغير. كان موقف السلطه المحليه بالمهرة المؤكد لقرار الاحتفاظ بايرادات المحافظه والاستفاده منه متوقعا، خاصه بعد الخسائر الجسيمه التي تعرضت لها المحافظه، جراع ساري لبان ومكونو. واننا نستغرب بشده من المواقف المعارضه لهذا القرار الذي نعتبره انه قرار يمس حياه المواطنين المهريين دون استثناء. فكانت المحافظه الى وقت قريب تعاني من التهميش والاقصاء، ولك الحق ان تسالي طيفك علي بن محمد عن التهميش الذي طال المهره خلال الفتره الماضيه. ومنذ تعيين الشيخ راجح سعيد علي بكريت محافظا للمهره تم اتخاذ القرار الذي كان يتمناه كل مهري غيور على مصلحه المحافظه، وفعلا استفادت المهره من هذه الايرادات في توفير الخدمات ومعالجه جزء من اضرار الاعصارين، ولا يزال العمل جاري على معالجه بقيه الاضرار وتعويض المتضررين. للان يجري العمل في هذا المجال، والمجلس المحلي بمحافظه المهره اقر بالاجماع الاحتفاظ بالايرادات، وليس المحافظ شخصيا بل المجلس المحلي الذي يعتبر السلطه التشريعيه بمحافظه المهره اقر بالاجماع ومع المكتب التنفيذي عدم توريد ايرادات المحافظه للبنك المركزي في عدن، ورفع مذكره توضيحيه لفخامه رئيس الجمهوريه وتتضمن الاسباب الاساسيه التي اوصلت المجلس المحلي الى اتخاذ هذا القرار بالاجماع. هذا يمكن أن نناقشه في حلقة أخرى، لكن نعود إلى موضوعنا الرئيسي. هناك اتهامات للسلطة المحلية بالتماهي مع الدور السعودي في المحافظة والذي عرقل عمل الصيادين كما هو معلوم، وهدد مصالح المواطنين، وهو ما يرفضه المعتصمون كما نعلم. ما تعليقكم؟ أختي الكريمة، يعني الدور السعودي اللي عرقلت الصيادين، الدور السعودي كان في إعطاء الصيادين القوارب والمحركات. الدور السعودي كان في اعمار وتنميه محافظه المهره، هناك مشاريع على ارض الواقع، هناك في مدن. نعتذر عن انقطاع الصوت، يبدو ان الانقطاع من المصدر ايضا متكرر. اذا اعود الى ضيفي علي مبارك. سيد علي، لو كنت تسمع، السيد عيسى تحدث عن مشاريع تنموية قامت بها السعودية في المحافظة، وأنت تقول وأنتم تقولون أن السعودية تمنع الصيادين من الاصطياد، تحاصرهم، ما تعليقك؟ الأستاذ عيسى، على موضوع أنه إيرادات المحافظة هذا قرار وطني اتخذ من أجل الحفاظ عليها، لو كانت ايرادات المحافظه اتخذت هذا القرار فعلا شجاع وبقت ايرادات الى مصلحه المواطن والخدمات، فنحن جميعا سنكون الى جانب المواطن وجميعا سنكون جانب السلطه المحليه لمساندة هذا القرار. ولكن للاسف هذا القرار اتخذ، ولكن هذه الاموال ذهبت الى غير محلها. اعثار، هناك صحيح انه حصل عندنا اعثار مكونه واعثار لبان في محافظه المهره، لكن للاسف الى الان لم يتم تعويض المتضررين من الاعثار. للاسف انه حتى الطرقات والجسور المكسره لا زالت على ما هي، فهذه الحجه داحضه وليس لها اساس، انه في حجه ان الاموال ذهبت الى اعاده اعمار بعض الاثار وتصليح ما هدمه الاثار، فهذا الكلام مرفوض وهذا الكلام غير مقبول، فالواقع يقول غير هذا. ما حصل بعد الاثار انه حتى الطرق التي عملتها في شركات خاصه اشتغلت هذه الطرق، وفيه هناك السلطان عبد الله بن عيسى بن عطار والشيخ علي سالم الحريري عملوا طريق تنهالا على حسابهم وطريق حوض، وهناك كثير من الطرق لا زالت مكسره الان، السلطه المحليه لم تعمل لها اي شيء، حتى انه المتضررين للعلم ليعلم الجميع المتضررين للاعصارين الى الان لم يتم تعويضهم ولم يتم اعطائهم حقوقهم، فهذه الحجه ليس لها قبول. فالايرادات المحافظه التي ذهبت الى جيوب خاصه والى شراء ولاءات والى تنصيف امور تخرج عن مصلحه المحافظه وضرب نسيج المهري الاجتماعي. اذا علي مبارك عضو لجنه الاعتصام من المهره، اشكرك جزيل الشكر. بالعوده الى عيسى القميري من المهره ايضا. استاذ عيسى تسمعني؟ حياك الله اختي الكريمه. نعم، كنت تتحدث عن مشاريع تنموية قامتها المملكة في
في المحافظة ردا على سؤالي. تفضل. نعم أختي الكريمة، أخي علي إن كان ينكر الأعمال وإن كان يطن أن الإيرادات تذهب للجيوب فهذا من حقه أن يطن هكذا وأن يقول هكذا، لأن المشكلة فيما يسموا بأنفسهم المعتصمين لأجل السيادة مشكلتهم مشكلة شخصية وليست مشكلة وطنية. إن كان أخي علي ينكر الأعمال فهناك على الواقع في عمل وتنفذها شركات، منها شركة بن جريبة والمخزون وشركة الرصيد والشركة العربية وشركة بن مبارك في عدد من المشاريع الخدمية والتنموية بالمحافظة. نعم. وتم توقيع عقود معها منذ أشهر والعمل مستمر. هذه الشركات تنفذها طبعا في الطرقات، ناهيك عن الأشياء الأخرى، هذه في الطرقات التي تطررت بشكل كبير من الاعصارين في المحافظة. أختي الكريمة، نحن هنا ليس للمزايدات وتنفيذ أغراض لأناس آخرين التي لا تهمهم المصالح ولا المصلحة العامة للمحافظة بقدر ما تهمهم مصالحهم الذاتية. أختي الكريمة، هذه هؤلاء من يطنون إنهم متبعين وحبهم للمهرة وحبهم للسيادة، المهرة من حوف إلى المسيلة وإلى الوادي والصحراء تعرفهم وتعرف مركباتهم وتعرف مصدر دخلهم وتعرف منهم وتعرف حجمهم. نعم، هذه اتهامات كان المفروض يردوا عليها لكن لقد ودعنا. إذا عيسى القميري السكرتير الإعلامي لمحافظة المهرة، أشكرك جزيل الشكر. ينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان المحلل السياسي عبد الناصر المودع. سيد عبد الناصر، موقف حكومي وهو أول من نوعه في قضية المهرة، هذا الموقف اعتبر المعتصمين بأنهم يجرون المحافظة للفوضى ولهم علاقة بميليشيا الحوثي، كيف يفهم هذا الموقف الحكومي من دعوات السخط الشعبي ضد السعودية وما دلالة توقيته؟ في البداية يعني من الطبيعي أن يكون موقف الحكومي بهذا الشكل. الحكومة هي في الرياض والسعودية، ولا يمكن أن يكون للحكومة موقف معادي للسعودية، وبالتالي هذا الموقف طبيعي. والأمر الغريب طبعا أنه تأخر، لكن يمكن للحكومة أن تؤيد احتجاجات تقوم ضد السعودية تحت أي مسمى من المسميات، خاصة وأنها عمليا فاقدة لكل سلطة وهي تدار من قبل السعودية، والسعودية هي التي تمنح هذه الحكومة حتى الشرعية والقبول والوجود. يعني بدون الدعم السعودي هذه لا وجود له، لم يعد يمتلك لا شرعية قانونية ولا سياسية ولا لديه أي رصيد حقيقي، وبالتالي السعودية هي مصدر وجوده الفعلي. لكن هل بذلك تدفع الشرعية المعتصمين في المهرة للخروج ضدها أيضا؟ يعني قضية المهرة هي قضية معقدة، وهي أيضا تعكس حالة الفشل العام لما قامت بالسعودية في اليمن. السعودية لو كان هناك قوة يمنية حقيقية وشرعية حقيقية السيطرة لما احتاجت إلى هذه المناطق، رغم أن هناك وجهة من وجهة نظر السعودية بأن هذه مناطق تهريب وأنها كانت مناطق يستخدمها الحوثيون لتهريب الأسلحة وكذلك مخرجي المخدرات وغيرهم، وهذا الكلام إلى حد كبير صحيح. لكن المشكلة عندما دخلت السعودية بشكل مباشر ليس عبر القوات اليمنية، لو كانت قوات يمنية لما تمكن هؤلاء من حشد الناس، لأنه لا يستطيع أي طرف من الناحية القانونية أن يحتشد ضد تواجد لقوات يمنية على الحدود على المعابر في أي مكان من المراكز الحيوية في أي منطقة مطار أو غيره. لكن التدخل السعودي المباشر هذا أدى إلى أن الأطراف المعارضة للسعودية أو التي لديها حساباتها الخاصة فيما يتعلق بالمهرة كعمان على سبيل المثال استطاعوا أن يحشدوا الناس ضد التواجد السعودي بشكل آخر ويجدوا له شرعية في هذا الحشد.
هذه هي يعني مشكلة سعودية، كان على السعودية أن تعالجها بطريقة أخرى ليس بمزيد من القوات، ولكن القوات السعودية ولكن بمزيد من القوات اليمنية، قوات تبع الجمهورية اليمنية وليس قوات محلية. أيضا من الخطأ أيضا الدخول في تجنيد قبائل، لأنك تدخل المنطقة في صراعات محلية، حتى أن كما تقوم بتجنيد بعض هذه بعض القبائل تستخدمها مثل قبائل أخرى حساسية القبائل، وبالتالي ستكون هناك مشكلة. لكن عندما تأتي قوة تتبع الجمهورية اليمنية تتبع الجيش اليمني يكون شرعية وجودها أكثر، وتكون المقاومة لها أصعب، وحتى لو قامت بقمع أي تظاهرة أو احتجاجات ضدها يكون هناك وجه شرعي. يعني القوات السعودية لا تستطيع أن تقمع المتظاهرين لأنها لا تفتقد إلى الشرعية القانونية، يعني لا تمتلك الحق الشرعي بأن تقمعهم. لكن لو كانت القوات المتواجدة في المهرة هي تتبع الدولة اليمنية تصبح هذه من حقها أن توقف المحتجين، من حقها أن حركتهم وغيرها من الإجراءات التي تتبعها أي سلطة في داخل نطاق ولايتها القانونية. سيد عبد الناصر، لأن الوقت يداهمنا، باختصار أنت تحدثت عن أن المشهد في المهرة معقد جدا، بحسب قراءتك إلى أين تتجه الأوضاع هناك؟ هي تتجه إلى مزيد من التعقيد، لأنه ليس هناك من خطوات تجعلها تسير بمسار التهدئة، لأنه السعودية ترى بأنه من الضروري عسكريا أن تسيطر على هذه على المعابر، وأن تسيطر على الكثير من النقاط الحساسة لتمنع تهريب السلاح، فيما الأطراف الأخرى أيضا لن تستكين لأسباب كثيرة بأجندات مختلفة. ليس هل ستجر المهرة إلى مربع العنف؟ كيف؟ هل ستقاد المهرة إلى المحتمل مربع؟ كل شيء كل شيء وارد، خاصة وأن الكل لديه سلاح، وأي شرارة تشعل فتيل. يعني هناك حالة من الاحتقان، وهذا الاحتقان قد يؤدي إلى عنف، لكن أعتقد بأنه سيظل عنف مسيطر عليه. نعم، من العاصمة الأردنية عمان المحلل السياسي عبد الناصر المودع، أشكرك جزيل الشكر. مشاهدينا، شكرا لحسن متابعتكم، هذه تحياتي وتحيات معد الحلقة محمد عبد المغني وكافة الطاقم، إلى اللقاء.